أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق أن نحو 400 مقاتل من داعش بينهم العديد من الأجانب استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن والتي حررت الثلاثاء مدينة الرقة بالكامل. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة سوف تتصدر جهود المساعدة في إزالة الأنقاض واستعادة الخدمات الأساسية لمدينة الرقة بعد تحريرها من داعش. وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمر صحفي أن بلادها ستكون في صدارة الدول التي تسهم في استعادة خدمات المياه والكهرباء وغير ذلك. حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية أندرو باركر من تزايد خطر الإرهاب في بلاده هذا العام إلى مستوى لم يكن موجودا من قبل. وأضاف باركر أن الهجمات يمكن في بعض الأحيان أن تتسارع في بضعة أيام قليلة بدءا من الفكرة مرورا بالتخطيط وصولا إلى التنفيذ. شن جماعة طالبان موجة هجمات إرهابية في أنحاء أفغانستان، حيث استهدفت مجمعات شرطة ومنشآت حكومية في جنوب وغرب وشرق البلاد. وأسفرت الهجمات عن قتل ما لا يقل عن 71 شخصا بينهم مدنيون بحسب ما أفاد به مسؤولون. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراجدة إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي في اليمن. وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيدين وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وهم. فوجئ الحضور في مراسم افتتاح المهرجان العالمي 19 للشباب والطلبة في مدينة سوتشي الروسية بشاب يعتلي خشبة المسرح ويتحدث حديثا مختلفا عن مراسم الافتتاح. وبدأ الشاب حديثه عن حب صادق لفتاة تجلس بين الجمهور كان قد طلب منها الزواج مرتين ورفضت، الأمر الذي دفعه لاعتلاء خشبة المسرح وطلب الزواج منها مجددا. وبدورها اعتلت الفتاة خشبة المسرح ووافقت على زواجه، وجث الشاب على ركبتيه مقدما لها خاتم الزواج. نهاية الموجز، إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.